فضيلة الشيخ، ما حكم الكفار الذين يموتون ولم تصلهم دعوة الإسلام أو لم يسمعوا بها؟ وجزاكم الله خيرا. هذا نادر، هذا نادر إن أحد على وجه الأرض لم تبلغه دعوة الإسلام بعد الجهاد وبعد وسائل الإعلام الآن التي تبث القرآن، تبث الدعوة إلى الإسلام في أرجاء المعمورة، هذا نادر. لكن لو قدر إن أحد ما سمع شيء عن الإسلام ولا درى عن الإسلام ومات على ذلك، هذا من أصحاب الفترة، أمره إلى الله سبحانه وتعالى.